زكاة الفطر. زكاة الفطر على من تجب زكاة الفطر. مين هو مبتغى زكاة الفطر؟ كل من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم يجب عليه إخراج زكاة الفطر. آخر يوم فقط. لو أسلم في آخر يوم من رمضان قبل المغرب بدقيقة واجب عليه إخراج زكاة الفطر. فإذا غربت عليك شمس آخر يوم من رمضان وعندك ما يفضل عن طعامك وطعام أهلك صاع من طعام، لابد أن تخرج زكاة الفطر. تجب على المسلم وتجب على الصغير والكبير، الذكر الأنثى، ويستحب إخراجه عن الحمل. لابد أن نخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعام كالرز مثلا أو القمح والشعير، لا نخرجها مال. أنت ممكن تقول الفقير يحتاج مال، اعطيه من مالك أنت، لكن زكاة الفطر أخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة من زكاة الفطر؟ أنت الآن في رمضان ممكن يكون الصيام فيه نقص قليل، زكاة الفطر هذا تسد النقص، وفي نريد يوم العيد نغني الفقراء عن السؤال، ما يطلبوا عندهم طعام.